أمامية، علي معلول يردها واحدة مرة تانية، إسلام يرد، علي معلول ما يحضرش الكرة بشكل جيد لكن يصحح الأوضاع ويضغط على دغموم، يقع دغموم لكن في إشارة باستمرار اللعب. محمد شريف يقع وفي إشارة أيضا بالاستمرار من وليد عبد الرازق. أدي كرة أمامية مروان في مكان خطير خطير جدا جدا، والكرة العرضية لكن متولي يعمل إبعاد، وأدي تسديدة من حسين لكن فين؟ هجمات خطيرة جدا جدا، قليلة لكن فيها خطورة. أدي الكرة فيها تسلل طبعا فيها، لكن المساعد الأول أمر باستمرار اللعب علشان يدي